زوادة اليوم. الله معكم. بخبروا عن الأخطل الصغير أنه كتب بمذكراته تحت عنوان حوار مع العين. قال: شفت العين عم تبكي، سألت إذا عم تبكي على فراق صديق، جاوبت لا. سألت إذا عم تبكي على فراق حبيب، جاوبت كمان لا. سألت ليش عم تبكي بوقت اللي الدمع بلش يجف، قالت عم ببكي على زمن قالوا فيه الأوفية والأحبة والأصدقاء، صار الكذب والغدر قوت يومي من أجل الاستمرار والبقاء. زوادي بتقلي وبتقلك، لو مهما كتر الغدر والغدارين لازم نضل صادقين أوفية، ونتذكر أنه إلهنا صادق بكل مواعيده. خلينا نكون شهود للحق والأمانة، يعني شهود للرب. والله معكم. زوادة اليوم. ثلاث دقايق يومية، الصبح وعشية. زوادة اليوم من صوت المحبة.